ليا يؤثر الحمل بشكل عام على صحة المرأة، وبنشوف يمكن كثير من المشاكل اللي بتعاني فيها النساء خلال فترة الحمل بالبشرة، خصوصا بنشوف الكلف، بنشوف تأثرات جلدية كبيرة بتنعكس على بشرة النساء خلال فترة الحمل. نحكي عن هذا الموضوع أكثر وطرق العلاج. معنا أخصائية جلدية جيهان إدريس. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. صباحك يا هلا يا حبيبة قلبي، يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكي. يعني بالبداية هيك خلينا نحكي عن أبرز المشاكل يلي بتعاني منها المرأة الحامل. أبرز المشاكل اللي بتعاني منها الحامل أول شيء هي التصبغات. دائما بتلاقي حامل وشها تصبغات، لون على بني، بتلطش. هلا في عندنا كمان أشياء، زوائد جلدية، مو كل يعني مو كل الصبايا انت بتحسي عليهم، بس هي بتصير بتترقب نفسها بهي الفتره، بتقعد بتطلع على رقبتها، هون في زائد جلديه، هون في عندنا كمان شويه حب، شويه بسور بيطلعوا على البشره. هنا هدول نتيجه الحاله النفسيه اللي بتكون عم تتعرض لها الحامل بهي الفتره. هلا الاكبر المشاكل الجلديه اللي بتعاني منها الحامل هو التشققات الجلديه، اللي هو نقص، يكون جفاف بالبشره بيؤدي للتشققات هي بالبطن، بالصدر، صحيح، بالايدين، بالارداف. هي اكبر يعني اكبر المشاكل اللي بتعاني منها، وهي بصراحه من اصعبهم. يعني خلينا نوقف عندها هي، لانه بنحكي على المشاكل، بس هي مثل ما قلت يمكن المشكله الشائعه والاكثر يمكن شيوعا. كثير من النساء بتلاقي بتنزعج لانه المراه بتحب تكون محافظه على جمالها، وهي التفاصيل اللي بتعنيها بشكل خاص. اليوم مع تطور فينا نقول التكنولوجيا والعصر، وكل يوم بنشوف جهاز جديد انه بيمنع يعني بيزيل هي التشققات، بس ما بنشوف يمكن بنسبة كتير عالية، بس بنشوف إعلانات يمكن تجارية كتير كبيرة، بتلاقي النساء بتحب تروح تحاول وتجرب. خلينا نحكي عن نسبة يمكن فينا نقول معالجتها، قديش فينا فعليا من هي التشققات؟ لأنه هي بتاخذ مساحة كبيرة من الجسم، مو فقط البطن مثل ما قلتي، يمكن الرجلين، الإيدين بشكل خاص. طبعا هلا الفقرة الأولى، لما نحن نحكي عن التشققات كلياتها بشكل عام، بس أنا نحكي نحن إنه بالبداية لازم الوقاية. بالبداية الوقاية، لأنه بصراحة هي من أصعب المشاكل وصعبها حل، يعني كثير يعني مشكلتها صعبة. كيف الحل بيكون؟ إنه هي تكتر شرب مي، تكتر مرطبات، تكتر زيوت ببداية الحمل. يعني دائما تدهن بطنها، تدهن صدرها، تحاول ترطب ترطب اي لازم دائما تحاول انها ترطب، لانه المشكلة كثير صعبة. يعني وحتى مثل ما قلتي الأجهزة المتطورة كثير كانت صعبة الحل، يعني صاروا يحلوا بشيء اسمه فراكشنال بهي الأجهزة، على الليزر، نعمل حقن بلازما، نعمل شيء هايلورنيك اسيد، ميزو. قد ايش نسبتهم؟ يعني نسبة النجاح للأسف 50% مو أكثر، لأنه صعب تنحل. يعني أنا دائما بقول للصبايا لا تخلوا حدا يضحك عليكم، في عندنا مشكلتين صعب، الندب والتشققات، هدول التنتين كثير صعب حلهم. يعني قد ما شفنا في أجهزة متطورة كثير صعب الحل. لازم من البداية قبل ما يصير تشققات، من بداية الحمل. أنا يعني أنا حامل، من بداية الحمل تدير بالها، تكتر شرب مي، دائما تحط مرطبات، تحط شيء. هلا البانتينول كثير منيح لأنه مرطب ومرمم، نحن بدنا ناخذ شيء نساعد على مرونة الجلد، إنه الجلد يمط معك، يعني بالمصطلح الشعبي إنه يمط الجلد ويرجع ما شيء، لانه اذا شيء كثير صعب انه الحل تبعه. هي هي الفكره. تمام، يعني حكينا عن ابرز المشاكل وابرز العلاجات يعني الغلط يلي بنقول عنها هي تجاريه اكثر للربح المادي بعيدا عن العلاج السريري الصحيح. اليوم حكينا عن شرب المي، حكينا عن الفيتامينات قديش مهمه، ولكن خلينا هيك نروح الى الغذاء. يعني كمان الغذاء هو مهم طبعا للبشره، غير شرب المي في انواع من الخضار من الفواكه هي لازم ناخذها سواء حامل او ما انا حامل. هي يمكن بتضل محافظه على الرونق وبتجدد الخلايا ايضا. هلا اهم شيء اللي احنا دائما بنحفز عليه هو الفيتامين سي. الفيتامين سي هو بحفز وبيعطي مرونه للجلد، هي الفكره، وبيعطي كمان فيتامين للجنين. يعني احنا بنشجع لنضاره البشره اثناء الحمل على فيتامين سي، على الزنك، على السمك، المأكولات البحريه، كل هاي المأكولات بتجدد من خلايا البشره، يعني حتى لو الحامل، يعني حتى نحن العاديين بننصحهم، بس ما بالك اذا كانت حامل انه خليها تاخذ زنك، فيتامين سي،
المأكولات البحرية، الخضار، الفواكه، كل شيء فيه فيتامينات هو كثير أكيد رح يفيدها. ودائما نحن بنقول لهم شيء بيكون فيه يعني من بعد عن الأحماض، يعني الأحماض، حمض السلسلة، كمان هي في شغلات أحيانا بتضر المرأة الحامل وبشرتها، بعد عن شيء اسمه روتينئيد، عن كل شيء فيه تقشير للبشرة أثناء فترة الحمل. من دائما بنشجع إنه بعدوا عن هاي القصص، إنه تقشير شيء أحماض أمينية. هذا اللي أسألك عنه تحديدا، يعني تكسر الأقاويل خلال فترة الحمل، العناية ما فينا نقول العناية اليومية بالبشرة، العناية التجميلية لكل الناس يمكن بتحب، أو كل النساء بشكل خاص بتحب يعني بشكل مستمر تكون على أكمل وجه جميلة، مثل مثلا الفيلر فينا نقول، البلازما، الليزر، خلال فترة الحمل شو المسموح ولا شو المش مسموح؟ لأنه عم نشوف حالات تختلف، يعني هاي صبية أثر ما أثر عليها، صبية أخرى بفترة حملها لا أثر، حتى من بيقولوا الأظافر ما بصير كمان خلال فترة الحمل تشتغلي فيها. هلا هو ما في دراسات بتأكد إنه حقن الفيلر أو البوتوكس إنه هو بضر الجنين. يعني الحقنات بشكل عام ما في حدا أكد إنه هاي الحقنات بتضر الحامل. بس الفكرة شو، خبراء التجميل كلهم يعني صاروا يحكوا انه موضوع الحقن، شو المواد اللي عم تنحقن. الفكرة انه احنا اذا حقنا مادة وكانت المادة صيني بتعمل للحامل التهاب مثلا، تعمل تورم. هلا اذا التهب الفيلر مثلا لا سمح الله بوجه الحامل، ده هي لازم تاخذ مضاد التهاب، لازم تاخذ مضاد وزمة، هي حامل ما حتقدر تاخذ هذا الشيء. الحقونات هي ما بتضر الحامل، ولا انه فترة الحمل بصير عندنا دوران السوائل بالجلد بالجسم الحامل، ما رح يمتص الجنين هاي المواد. عرفتي؟ لانه هو بيكون بطبقة الجلد، البوتوكس حيكون بالجلد بالعضلة، الفيلر حيكون مادة مالئة. بس الفكرة انه احنا المادة اللي حتنحقن اذا صار عندنا التهاب او صار عندنا وزمة، شو الحل ساعتها؟ ما حتقدر يعني تتعامل الحامل مع هذا الشيء. هلا في عنا حقن الميزة، هو فيتامين، يعني بالعكس نحن عم نقول للحامل خذي فيتامينات، اشربي، كلي كل شيء بيفيدك، والميزة هو فيتامين. بس الفكرة انه نحن هلا كثير الصبايا بيعملوا ميزة بس بصير عندهم تورم بسيط بالبشرة، ان الحامل بتقدر تاخذ مضاد وزمة، بتقدر تاخذ مضاد التهاب. هي الفكرة هيك انه يفضل فترة الحمل انه تبعد عن هاي القصص. اصلا كمان هي بتكون هي الحامل نفسيتها تعبانة، ما لها خلق حدا الا مرحبا، ما بالك انك انت تتحملي ابرة وتحقني بوجهها، هتكون يعني نفسيتها صعبة شوي، لا سمح الله يصير معها شيء بفترة الحمل حتقول انه من الحقن. حتى الليزر، يعني الليزر ما بتعدى طبقة الجلد، يعني بيقولوا لك اذا عملت ليزر بينأذى الجنين، بيقولوا لا، لانه هلا هي اذا عملت ليزر لوشها ما حتنأذى لا عينها ولا مخها ولا دماغها، لانه الليزر ما بتعدى طبقة الجلد. بس الفكرة انه هي هيك انه بتكون هي الحامل اخلاقها ضيقة ونفسيتها يعني ما بتكون هيك متقبلة هي القصص. دائما احنا بنشجعها جلسة تنظيف بشرة، نبعد عن جهاز الايوني، في كام جهاز احنا عم نطبق جلسة البشرة، نبعد عن هاي الاجهزة، نعمل لها تنظيف بشرة بسيط، شغلات كريمات، ماسكات، شغلات خفيفة بحيث انه هي تتغير نفسيتها بس ما نقرب على هاي الحقنات. كمان ما انا مضطرة كتير ما يعني هي هي الجزئية الحلوة، يعني هي الجزئية الحلوة انه احنا هلا فترة جمالنا خليها عن جد نعتني شوي بالجنين ببطننا. طيب خلينا نحكي عن تورم الوجه بال حمل، يعني منشوف اكيد تورم الاطراف وتورم الوجه، ولكن ليش هيك بالخصوص الوجه بيتورم بشكل كتير كبير عند بعض السيدات؟ هو بصراحه سبب التورم هو احتباس الاملاح والسوائل بالجسم. دائما بنوصي الحامل انه بعدي عن الملح، بعدي عن مكسرات، كل شيء فيه املاح تبعد عنه، لانه الملح هو اللي بيعمل احتباس سوائل. يعني بتلاقي ايديها تورم ورجليها تورم ووشها تورم، بس نحن ما فينا نصحها غير انه بس يعني ما له علاقه بالبشره، لا هو احتباس السوائل. احتباس السوائل والاملاح هن السبب الرئيسي. طيب خلينا نحكي عن العنايه، روتين العنايه بالبشره لكل النساء الحوامل يمكن هيك لتحسن شوي نفسيتها بالبيت، شو ممكن تعمل اشياء
نوعا ما هيك بتنعكس على نفسيتها بشكل حلو، ونفس الوقت مواد طبيعية. هلا الفكرة الأولى دائما الواقي الشمسي قبل ما نطلع أو نتعرض للشمس، دائما إنه نحن نحاول نحط الواقي لمدة ربع ساعة على بشرتنا، نمسحها ونطلع نمارس حياتنا الطبيعية، تكثر شرب مي سوائل مثل ما قلنا، مرطبات، تعمل ماسكات، ماسك الخيار، ماسكات، كل شيء فيه بتركيبتها شيء فيتامين سي، الفيتامين كثير منيح، تحط مية الورد قبل ما تنام، مية الرز الصبح وقت تفيق، يعني شغلات كثير بسيطة مثل ما كل الصبايا بيتعاملوا معها. الفكرة الأساسية إنه نقيم الميك اب بنعوشنا قبل ما ننام، نحط مية ورد، أمورنا إن شاء الله بتصير تمام. نعم، يعني بالختام هيك نصائح أخيرة منقول كيف هيك السيدات يلي عم يتهيئوا إنه يحبلوا ومن خلال الحمل كيف يون هيك يحافظوا على بشرتهم بغذائهم وبالمواد يلي لازم يستخدموها الطبيعية. طبعا دائما مثل ما حكيت من شوي، كل شيء طبيعي، فواكه، خضار، فواكه، حبي حالك، حبي نفسك، ما تفكري انه انا حيصير عندي تشققات، فكري بالطفل البيبي اللي حتجيبيه، الشيء الحلو اللي بحياتك حيصير، التغيير اللي بحياتك حيصير، يعني هو لازم تهتمي ببشرتك وبحالك، بس الطفل كثير حينسيك هي القصص. نتشكرك اكيد على وجودك معنا، شكرا كثير لك. حبيبه قلبي الله يسعدك. شكرا كثير لك ويسعد صباحك، وشكرا للمعلومات اللي قدمتيها. الله يسعدك يا رب.